ها يا حاج عبد السلام، قلت ايه بقى في الكلام اللي قلناه؟ هو صحيح محمود باشا مننا وعلينا زي ما الدكتور مصطفى مننا وعلينا، لكن عدم المؤاخذة يعني محمود باشا شاطح من بعيد وبقاله زمان لا شفناه ولا عدت بالبلد ولا نعرف عنه حاجة. طب ده حتى الحاجة والدته واخوه الدكتور مصطفى صلاتهم به مقطوعة من سنين، اللي همه على البلد والدايرة كلتها بصحيح هو الدكتور مصطفى اللي خيره على الصغير والكبير في الدايرة كلتها. يا حاج عبد السلام، في الانتخابات بيقولوا المصالح بتتصالح، واللي انا شايفه ان شلشلمون والدايرة كلها محتاجة حاجات كتيرة قوي. محمود باشا امكانياته المادية ملهاش حدود، ده مستعد يعمل ميزانية مفتوحة لمشاريع كبيرة قوي معاملها لوجه الله والأهل الدايرة كلها. والله اللي عنده وعايز يعمل لوجه الله كان عمل من زمان. حاج عبد السلام، اللي ما عملوش زمان جاي يعمله دلوقتي، بس هو يعني كله أمل إنكم تدوله أصواتكم. يعني قدام أصواتنا اللي هنديها له هيعمل لنا المشاريع دي؟ ومن قبل ما تدوله أصواتكم، من بكرة لو حبيت. إزاي يعني؟ يعني حاج عبد السلام تاخد اعيان شلشلمون وتلفوا على الدايره كلها وتشوفوا الناس عايزه ايه وتحددوا طلباتكم، وطلباتكم دي تعتبروها اوامر وجبه التنفيذ. بس بقى تدونا وعد منك ومن اهل الدايره كلهم انكم هتقفوا جنب محمود باشا وتساعدوه وتسندوه. والله اذا كان كده نفكر ونشوف، بس محمود باشا لازم يعمل حسابه ان الدايره عايزه مشاريع كتير قوي، يعني يشد حيله معانا واحنا كمان نشد حيلنا معاه، وهو على راي المثل الغاوي ينقط بطاقيته. وهو لا مؤاخذه يعني ما جاش معاكوا ليه؟ ها؟ على رجليه نقش الحني؟